السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الاقالات والاستقالات بالجمله داخل بيت الاتحاد العاصمه لكره القدم، يعني بعد ما ما نجحوش ما نقولوش بلي ما نجحوش، ما هو ما نجحوش كلاسين تروازيام وقيله، لعبوا ديمي فينال كوب دافريك، زيد ديمي فينال كوب دالجيري، النادي اللي يبقى في يعني في الجبهات الاولى هذه هي. رغم ان ذلك وين نقولوا باللي بعد الخيبات، نقولوا بعد الخيبات عدم يعني وزيد فانيك راكم عارفين لازم لي باي يغير، هو يتغير، لازم لي باي يغير، لازم هو يتغير، خاطش إلا بقى هذاك السيد اللي نقول لكم عليه اللي هو اللي غير هو يقعد ما درنا والو. جماعة نقول لكم انظر وقت اللي ياسما ما دير والو، خاصة ما دام جماعة الباركينج. أنا كي نقول جماعة الباركينج يعرفوها ولاد اللي ياسما برك، يعرفوا واش راني نهدر كي نقول جماعة الباركينج. اللي ياسما برك ولاد اللي ياسما اللي داخلين في اللي ياسما هما اللي يعرفوا ما معنى يعني لياسما تعاني من جماعة الباركينج هذا مكان. وين أحدث نادي اتحاد الجزائر ثورة واسعة على مستوى الطاقم الإداري، حيث قرر مسؤولي النادي تغيير العديد من الأسماء. وحسب جاء في البيان، نادي الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية فقد تم إقالة كل من المنسق العام بالعالية نور الإسلام محمد ومكلف بتسيير ملعب عمر حمادي رضا العدول ومكلف بالإعلام عادل زكريا. كما أكد البيان أن القرارات جاءت بعد اجتماع رئيس المدير العام للمجمع يعني محمد كريم الدين حركاتي، هذا نورمالمون هو يتبدل هذا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة كامل حسينة، حيث تباحث الثنائي مطولا حول أوضاع النادي. وإن أضاف مصدر أن الطرفين شدد على ضرورة مباشرة التفكير في عملية انتداب نوعية تحسبا للموسم القادم، مع توجيه نداء لأنصار الفريق بمواصلة دعمهم ومساندتهم للنادي. كما قدم المدير الرياضي للنادي توفيق قريشي استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس إدارة كمال، على الرغم من أن عقده مع النادي العاصمي لا يزال ممتد إلى منتصف جويليا المقبل. ها شنو غادي نقول لكم، هما هاد الأمور هادو يحدثوا يعني ما مشات. وزيد العام اللي فات وين عبد الحق بالشيخة ما عجبوهش الإدارة، ما بغاش تخدم معاه، هادي هي الإدارة ما خدمتش معاه، بالتالي ملي تبقى تشوف كيما الإدارة هي اللي ما خدمتش معاه، ماشي قضية تاع نقولوا منا الإدارة اللي خذلاته، يعني بعد ما جاب نجمتين الإدارة هي اللي خذلاته، جاب الكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وجاب السوبر، لكن الإدارة وين حط الإقالة هو وين استقال وين رمى المنشفة بشي بسبب اللعب ولا اللاعبين، لا أراد يعني لاعبين يعني ثلاث لاعبين وين طلب بثلاث لاعبين، لكن الإدارة عندها رأي آخر. وزيد فريق الخطرة يعني دائما يروحوا يجيبوا اللعابة تاع لي ليسونس، جماعة لي ليسونس، جماعة لي ليسونس اللي يخدموا بلي ليسونس، الجماعة اللي تخدم بلي ليسونس هذا مكان، الجماعة اللي تخدم بلي ليسونس هذوك هما اللي متالي كاع خويا اللي غلط اللي حسبها والله ما سهله كاع خويا. انا نقول لك اللي غلط اللي شي يشوف فيها بلي ودي زعماك عادي نورمال، ماهيش عادي، ماهيش عادي والله ما هي عادي كاع بزاف. غادي نقولوا بلي اليوم وين لازم
يعني من الأندية في الأندية دي ما من مولودية العاصمة فاني مولودية الجزائر فاني كما ما من الإدارة ما عندهاش خبرة لازمة لبك إدارة عندها درهم يجيبوا اللعبة وصحيح ينيقوسوا مع اللعبة بشكارة على درهم هذه هي مولودية العاصمة ينيقوسوا مع اللعبة بشكارة بالصح ما عندهمش أفكار تاع تكوين ولا لا لا ما عندهم لا أفكار تاع تكوين لا والو كان والو كاين شكارة وصاي تجيب اللعاب تجيب اللعاب وصاي هذا مكان عمري في راسك بزاف غلط هذيك بزاف بزاف كاين بزاف كاين محاسبه ثاني كاين بزاف كاين بزاف صوالح ماشي في اللي اسمها المحاسبه وكلش كاين بزاف محاسبه كاين الناس يتحاسب الناس راهي تخدم راهي تعطيهم الصحه يعني الناس اللي يتحاسب راهم يخدموا راهي تعطيهم الصحه هذه هي اسمعي شنو هكذا اللي يدير يخلص او يا انت ملي كنت تضرب في الكلوبات حنايا السردينة كانت تدير 120,000 كيلو ما كنا نشوفو فيها نشوفوها وخايفين منها وما خفتوش ربي بالتالي كاع ايوا ما خممتوش ما خممتولهاش عطيكم كل السهل الله وميتا تقدر يجلك هاك ولق جعدنا يا ولدي كي لق جعد انت ما شفقت على بلادك وبعد تجي تحصل لي في الغاشي راهم يغبنوا فيك انت ما شفقت على بلادك بعد تجي تقول لي الغاشي مغابنينك انت ما شفقت على بلادك موت وموت ما شو موت وما مش فقتوش مش بقوشة كاش هادي تاع فريق القلب ولا نادي القلب ولا منهم كاش هادي كاع هذه هي جات وقتها هذه مدة هذه مدة وانتوما تكذبوا على الشعب فلان فلتان فلان دانا فلان دانا بصح صايك ما بقاش يا البلاستيك يعني تدي درام
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.